معاكم سناء في وصفة جديدة، كيك فصيل. بالنسبة للطبقة الأولى نضربو زوج حبات بيض، نزيدو 4 مغارف سكر، نزيدو 4 مغارف زيت، نزيدو 1 بو دو ياغوت فريز، نضيف قرصة ملح، من بعد نضيف 6 مغارف فارينة تدريجيا، بلا ما ننسو ساشي دو لوفيغ شيميك، من بعد ديري الليكيد تاعك في المولي تحلوي تبلع وطيبيه في كوشه 180 دوغري حوالي 20 دقيقه. وبعد ما طيب الطبقه الاولى قلبيها وعاودي رديها في المول. من بعد روحي الطبقه الثانيه، خلطي 3 ياغورت ناتور و 4 مغارف سكر في رحبه، ضيفي لهم نص كاس الماء وزوج مغارف مايزينا وديريهم فوق النار حتى تعقد لا كريم. كي تعقد لا كريم حطيها فوق الطبقه الاولى وعاودي رديها الفوق وشعلي عليها غير من الفوق، وكي تشوفيها كي الشغل جمدت ولات كي الشغل فلون قلعيها من الفوق. وروحي الطبقه الثالثه واللي هي زوج كيسان جو دورانج وزوج مغارف مايزينا وثلاثه مغارف سكر وخلطيهم فوق النار حتى تعقد وتولي كريم. حطيها فوق الطبقة الثانية ودخليها فريجيدار تجمد. هذا هو كيك فاسيل، ان شاء الله ينال اعجابكم. بون ابيتي.